بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله شوربة الجمبري، وعشان نعمل شوربة الجمبري مش هنحتاج الجمبري نفسه، هنحتاج القشر بتاعه والروس. وممكن لما نجيب جمبري ما نرميش القشر ونعمله على طول، او لو مش هنعمله على طول ممكن نجمده في الفريزر ونستخدمه في اي وقت. والقشر طبعا بنغسله كويس وبنصفيه قبل ما بنستخدمه. بعد كده هنسخن حلة على نار عالية فيها معلقة كبيرة زيت، وهنسيبها لحد ما تسخن معانا جدا. بعد كده هنحط قشر الجمبري والروس في الحلة وهنقلبه كويس. وهنفضل نقلب لحد ما القشر يتحمص معانا تماما، وكل ما حمصناه كويس كل ما الطعم هيكون افضل. وخلاص كده القشر اتحمص معانا كويس، وهنضيف عليه الميه وهنغطي القشر بالميه وهنقلب كويس. وهنضيف بصله كبيره متقطعه باي شكل، وجزره متوسطه متقطعه برضو باي شكل، ونص معلقه صغيره كزبره ناشفه صحيحه، وواحدة طماطم متوسطة متقطعة برضو بأي شكل، ونص معلقة صغيرة ثوم مفروم، وورقتين من ورق اللورة. وهنقلبها كويس، ولما الشوربة تغلي معانا هنهدي النار ونخليها متوسطة الهادية، وهنغطي الحلة وهنسيبها لحد ما تتركز معانا. وخلاص كده كمية السائل اللي ضفناها على قشر الجمبري اتبخر منها التلتين وفضل التلت، وبقت شوربة مركزة معانا. بعد كده هنصفيها وخلاص كده الشوربة صفيناها وجاهزة معانا. وبعد ما نصفي الشوربة هنضيف لها ملح وفلفل وكمون. وخلاص كده الشوربة جاهزة معانا، هنقدمها بس مع عصرة ليمون. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. وبكده بتكون وصفة النهاردة انتهت، بتمنى انها تكون عجبتكم، واستنونا ان شاء الله في وصفات جديدة. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين، وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس علشان يوصلكم اشعارات بكل الوصفات الجديدة. والى اللقاء ان شاء الله في الوصفة اللي جاية.